المدافع تدق باب صنعاء الشرقي، ولا شيء قادم من هذه الجهة سوى غبار المعارك وتبادل القصف بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. المواجهات التي تسير وفق استراتيجية مرسومة وبإشراف مباشر من قيادات الجيش تحقق تقدما واضحا من وقت إلى آخر في مناطق عدة، أبرزها منطقة بران جنوب غربي معسكر فرضطنهم وطلعة المغناطيس بعد أن تجاوزت منطقة ملح ومفرق الجوف. أؤكد لكم بأن المعركة مستمرة، قواتنا من جهة الميسرة تتعدد فرضطنهم. وهي عملية التفافية لقطع الإمداد من الجهة الجنوبية لمعسكر الفرضة الذي يعد واحدا من أكبر المعسكرات في صنعاء. لا شيء قادم من هنا سوى صوت القوة في ضواحي العاصمة. حتى الطبيعة الجغرافية المعقدة لن تثني المقاتلين من مواصلة التقدم، فالجمهورية التي نذروا أنفسهم لها وتصدروا الصفوف لن تتوقف، بل ستواصل الطريق على وقع الأناشيد الوطنية. يقدم لنا هذا المشهد صفحة جديدة من تاريخ الميليشيا وهي تطوى بعد أن لطخت شعاراتها الجبال والتلال في الطريق الرابط بين مأرب والجوف وصنعاء، ولكن باتجاه العاصمة. بات الدخول إلى صنعاء الآن لا يحتاج إلى تصريح إذن، خصوصا من هذه البوابة الشرقية، بعد أن قطعت المقاومة والجيش الوطني مئات الكيلومترات بين مأرب وصنعاء، ولا تزال ترتب عدتها كلسان حال هذا المقاتل الذي يبدو وكأنه يقول: قطعنا دربا طويلا من الأحلام بقوتنا وبقي القليل من الطريق إلى قلب العاصمة صنعاء، فالحرب ليست سوى توقيت جيد لحصاد المعركة كما يفعل هو الآن وغيره من المقاتلين على مشارف صنعاء.